مدير عام صندوق النقد الدولي بالنيابيه ديفيد ليبتون اكد ان مصر اتمت بنجاح برنامجها الاقتصادي واللي بدا من 3 سنوات وحققت اهدافها الرئيسيه، وتحسن وضع الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ ده اللي هم رصدوه منذ عام 2016 بدعم من التزام قوي من قبل الحكومه بتنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادي الحاسمه. ليبتون اوضح في بيان رسمي للصندوق ان اصلاحات الاقتصاد الكلي نجحت في تصحيح الاختلالات الخارجيه والداخليه الكبيره وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وانتعاش النمو ومستويات التوظيف ووضع الدين العام على مسار نزولي واضح. المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان وافق على صرف الشريحة الأخيرة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد واللي بدأ في نوفمبر 2016 واللي بتبلغ ملياري دولار. طيب للحديث أكتر عن بيان الصندوق والإصلاح الاقتصادي معنا دكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار. أهلا بك يا دكتور مصطفى. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. مبدئيا عايز أتكلم على قراءة في هذا البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي. والله بص، هو طبعا صندوق النقد الدولي بيقر بشهادة الحمد لله إن مصر أنهت البرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي هو متفقين عليه لمدة 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وطبعا بيقول ان الحمد لله في المراجعة الأخيرة اللي هي المراجعة الخامسة، انت عارف حضرتك كل 6 شهور تقريبا كان صندوق النقد الدولي بيبعث بعثة تراجع يعني الوضع والسياسات المالية والسياسات النقدية داخل مصر. وطبعا كان بيشوف أثرها على الوضع المجتمعي وقد ايه ان احنا الحمد لله ملتزمين وفي قبول لدى الشعب المصري لوضع برنامج الإصلاح الاقتصادي وازاي الإنجاز اللي احنا بنتم بيه. بإقراره امبارح الأربعاء الشريحة الأخيرة اللي هي 2 مليار ده اللي بيتم كده إعداد البرنامج، زي ما بيقول كده الشريحة الأخيرة دي بتعتبر الحمد لله الإتمام لعملية التصحيح الأخيرة في التمويل للموازنة العامة للدولة. إحنا عدينا مرحلة صعبة جدا بمنتهى الأمانة في ال3 سنين اللي فاتوا في عملية الإصلاح، وطبعا كان لازم يكون معانا اتفاقنا مع مؤسسات التمويل الدولية اللي على رأسها صندوق النقد الدولي علشان اصلاح الخلل اللي كان مالي في الموازنه العامه. احنا بنستكمل مشروع كبير جدا في عمليه الاصلاح بعد كده، حقته ان يكون الاستكمال ده بتصحيح المسار في عمليات الخلل في السياسات الماليه، يعني ما ينفعش نتراجع تاني يا استاذ هشام. نعم. حقيقتنا نكون ملتزمين بقى ان احنا في التصحيح وابتدينا يكون عندنا وفر في الايرادات اللي هي بنسميها الوفر الاولي أو الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة اللي هو 2% ثم 2% كل سنة. أتمنى إن احنا نكون على نفس النهج وإن شاء الله يا رب نستكمل الأمور دي عشان يكون في استقرار أكثر في المجتمع الاقتصادي. بإذن الله، مشكورك جدا دكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا.